اهلا بكم في فيديو جديد في سلسله ماينكرافت سنجل بلاير. بعد الحلقه اللي فاتت اللي عملنا فيها جليتش الرمل وحاربنا فيها الوزر سكيلتون وقفكم كتير قوي لو متفرجتوش على جليتش الرمل، حلقه النهارده هنعمل فيها الجارديان فارم، ويلا بينا نبدا. وبعد ما رجعنا الحلقة اللي فاتت انا قلت لكم ان انا هفضي المية كاملة من الجارديان وبعد كده هنبني بالاسلوب القديم، بس صراحة حسيت ان انا هيبقى متعب جدا جدا وانا كسلت كمان. فانا يا دوبك بعد ما حددتهم شفت كمية الساند اللي انا استخدمته، دول كده واخدين تقريبا ازيد من 3 شلقرات، فقررت بعد ما عملتهم ان انا افضي الجارديان من جوه واعمل الاسلوب العادي اللي هو من بره الاسلوب الجديد. وانا بالفعل كمان يعني فضيت الجارديان كامل من جوه. خلينا بص نشوف، بص هنا الرسبان هنا كتيره ازاي، بسبب ان مفيش حد مرسبن جوه القلعه طبعا عشان ما اموتش. اديكوا شايفين جبنا افكتين اهو. طبعا انا عندي الافكت الهام اللي هو الريجينيشن. ودلوقتي خلينا طيب نعمل اول حاجه، خلينا بس محتاجين الجلاس. طب اول حاجه احنا محتاجين الجلاس، ومحتاجين تاني ومحتاجين سبروس وود وخلينا. طيب ناخد خشب، ناخد بلوكات، واول حاجه هنعملها خلينا نكسر الحته اللي فوق دي كده كلها. نسينا نشرب البوشن، خلينا نشرب البوشن يعني عشان كده شايفين ريجريشن عشان ما يضربه. خلينا نقف تاني في الارض عشان نعرف عايز اقف في الارض. مزاجين الدروع كده هتتكسر بنسبة كبيرة أوي ده لو ممتش بسبب كمية اللي بيضربوني دول. وانا اعملها على ايه؟ على لما اعملها ايزي وبرضه تمام شبه موت. خلينا نطلع بس نملى دمنا. طب تمام كسرنا، خلينا اوريكو بعد ما كسرنا شفتوا راح الدم بقى فين ودراع السهل اللي تقريبا اكيد هتتكسر لو فضلنا بالمنظر ده كده هتتكسر. خليني طيب اطير فوق خالص يمكن يعملوا ريسبون ويعني عملوا ورجعوا تاني. خلينا طيب خلينا عايزين نيجي من هنا من النص اهو. تقريبا دي كام؟ 2 3 4 5 6 7 8 8. خلينا طيب ناخد بلوكتين من هنا، خلينا طيب نكسر بأي شكل عشوائي. حاجة بس اسيب يعني نسيب 3 في 3. يا الله طيب انا عندي مشكلتين، انا خايف يعني اعملها بيسفول ف الزومبي اللي عندي واللي هناك كلهم يعملوا يختفوا في نفس الوقت، يعني مش عايز استخدمها عشان تبقى سهلة جدا لو استخدمنا البسفول. بس طبعا بالمنظر ده مستحيل اقدر اكمل. احنا نحاول نجرب نحاول اخر محاولة. هنكسر دول، هي كمان الواحد غلط في المقاسات. ستوب وهنقف من هنا، مبقاش عندي الاختيار غير ان اعملها بسفول. إيه لو استمرت كده هموت لما اضطر ان اطلع وانزل، وتشايفين مستحيل اعرف اشرح لكم بشكل كويس، فخلينا اضطر نعملها بيسفول. عشان اعرف اشرح لكم كويس خلينا بس ايه نكسر ونبتدي بقى ايه دلوقتي ايه نشرح. ممكن تكون اصلا مش فاهمين حتى بعمل ايه، فخلينا احنا عايزين بس بلوكات 3 في 3. هنا سايبين بلوكتين وهنا بلوكة وهنا بلوكتين، وهتكين الناحية التانية برضه سايبين ايه بلوك. خلينا بس نكسر، انا عايز اطلع يعني هنا 3. شايفين الاطراف دي؟ احنا عايزين بس اهم حاجة نشيلها. فين بالمنظر ده كده عايزين نطلع لحد، لا نشيل كمان نشيل باقي البلوكه الاخيره دي بس ونخليها كده ونطلع لحد قبل الميه ببلوك على طول. ادي كده اهو، ونطلع برضو ايه من هنا ومن كل الاتجاهات تمام. وبعد ما عملناها عايزين نجيب الفنس جيت ونحط 3 كده، مش مهم بقى يمين ولا شمال. تمام خلينا بقى نشيل دي وبس كده ونبتدي ننشف المية. خلينا بس نعدل دي كده
ونبتدي ننشف الماء من جوه. خلينا تمام نشيلهم، هنكسر بس الحتة دي كده واوريكم حاجة كده صغيرة. ده المكان من تحت، وده المكان اللي انا واشتغل عليه ان هما يموتوا هنا. خلينا بقى دلوقتي نطلع ونبتدي على طول نشتغل. فكرة سهلة جدا، مش تاخد وقت كبير نهائي. خلينا نجيب الفنس جيت ونعمل طبقة تانية فوق الفنس جيت اللي احنا عاملينه، تمام. وبعد كده خلينا عايزين نطلع، خلينا بس نفتح ده عشان نعرف نطلع. عايزين نطلع من كل اتجاه ده كده 8. خلينا نطلع دي 1، ودي كده 2 3 4 5 6 7 8، تمام. وخلينا نطلع كده من كل اتجاه، ادي اهو 1 2 3 4 5 6 7 8، تمام. وبعد كده عايزين نوصلهم ببعض، مش مشكلة عادي. لو عايزين تفتحوا دي خلينا نفتحها كده عشان نعرف نروح ونيجي. تمام، خلينا بقى هو نوصلهم ما عدا البلوكة دي كده. خلينا طيب، ورجعت لكم تاني بعد ما خلصنا البلاتفورم هي كلها. خلينا دلوقتي نقفل الزوايا دي كده كلها هنا، بلوكتين من كل اتجاه. وبعد كده نملى المكان ده كامل كله بالفنس جيت، تمام. وخلصتها طبعا، شايفين الشكل، شكله مش عاطفي خالص. خلينا نملك، بصوا كده الزوايا دي بالفنس جيت كده 3 كده، لا في غلط، المفروض نحطه كده كده من كل اتجاه، ما نحطش البلوكه اللي فوق دي ونحطها هنا في الزوايا. تمام، خلينا بقى نفتحهم كلهم. خلينا دلوقتي بقى نروح نجيب الايس، فين؟ تمام، جبنا الايس وجبنا البيكاكس. خلينا نملى المكان كده كله، تمام. بعد ما مليناها خلينا نجيب الفرشن ونبتدي كده نكسر. بس دايما خلوا بصوا البيكاكس لفوق عشان لو نزل يكسر البلوكة اللي تحتها. تمام، انتوا شايفين البلوكات وقفت على الطرف خالص. عايزين لما نيجي ننزل نبقى نفك البلوكات اللي تحت. خلينا بقى دلوقتي ايه نشيل بلوكات النظر، تمام. وخلصنا، خلينا نطلع تاني. طيب ونفك كده كل دول، محتاج اروح هناك اجيب هناك الشولكر. خلينا ناخد الشولكرين اللي معانا وخلينا نخش هناك. ولسه فاضل هنا كام بلوك، خلينا نشيله. تمام، مفروض ادي التلاتة. خلينا كان نفسي يبقى معايا الشكل حلو، عايز ابقى اجيب هنا سليل لانتر واعمل الباقي. خلينا دي تتكلف 4 بالعدد، مفروض 1 2 واحدة. طيب 1 2 2 ماشي. وبعد كده خلينا، مش عارف انا حطيت هنا كوم فاير ولا حطه هنا اهو، تمام. وعايزين نجيب، انا حاطط هنا خشب، هناخد ده بس نشيله فين، نشيله هنا دلوقتي مؤقت. وخلينا ناخد الخشب، تمام. 32 شيست يعني كويسين جدا. خلينا عايزين نعمل هنا باب، يلا نكسره ونحطه هنا ونحط البلوك هنا عشان نقدر نخش ونخرج براحتنا.
وخلينا نشوف هنحط الكوم فاير فين. هو انا خدته ولا لا؟ اه تمام اهو. خلينا مثلا نحطه فين؟ خلينا نحطه هنا. ونحط تحتيه هبارات. كان معايا ايرون اهو الايرون. خلينا نفك هنا الايرون. 12 ايرون. خلينا يعني بص خلينا نكسر البلوكة دي وننزل فين. خلينا نجيب تاب كده شيستات. حط هنا البلوك هنا وبعد كده نزلنا شيست. 2 3 هنا شيست ونقفل. بص خلينا بس نقفل المكان ده كده كله شيستات وعادي بقى الدنيا نعملها كده بالعكس. تمام خلينا نشيل دي. وبصوا الشكل طبعا الهبارات فكرة نشر هبار أكيد مستحيل يكفوا. خلينا عايزين نعمل بصوا الهبارات كده وخلينا نطلع. عايز اطلع هنا بالبلوكات. ونحط هنا اهو. خلينا نحط هنا 3 بلوكات ايه. ومفروض نقفل كده يعني فاضل لي كمان 3 بلوكات تقريبا معايا هنا. خلينا بس نفضي ونجيب من هنا خشب ونحوله كله شيستات برضو. ونفك الايرون كله ونحاول نحول. لا مش الدرجة دي. خلينا في 16. شوف لو 16 كفوا ولا ما كفوش. محتاج احط هنا هوبر هنا هوبر وهنا هوبر. تمام. بس ده انا مكنتش محتاج ده عادي. مش هتبقى مشكلة دلوقتي كده. احنا خلاص كده جهزنا البلاتفورم اللي هننزل نقعد فيها واللي هنا هيموتوا دلوقتي. خلونا نشيل بقى الحاجة. انا ما جبتش غير 2 بس سول ساند. يا الله عليا. طيب اعملها دلوقتي على ايزي ونروح هناك. انا اقف بس البلوكه دي عشان اقف. اوه وكده انا تقريبا مت. عايز سلك تاتش. خليني اكسرها. نسيت مش مشكله. خلينا نطير لما اجي هبقى اصلحها. اروح بس البيت اجيب ايه ده. لو لحقت اجيب حاجه. كريبر واحد ارحم. بسرعة قبل ده ما يجي. بسرعة قبل ده ما يجي. تمام خلينا نلبس. يا ابني انت جيت لي منين انت؟ خليت يا جماعة البس دروعي واروح. وفي بيكاكس شكله ضاع. فخلين تقريبا كده في بيكاكس ضاع. بس انهي الفرشين شكله ضاع. خلينا اروح البيت اجيب سول ساند وارجع تاني على طول. تمام وادي كويس اديني اهو لقيت البيكاكس. رجعت لكم. ما لحقتش اصور لكم انفجار الكريبر اللي دمر لنا البوابة. طب دلوقتي اضطر ان ارجع تاني بسفول وانزل تحت. خلينا بس نشيل البلوكة ديت ونيجي من ناحية البلوكات دي. بص من ناحية دي كده ننزل اللي هي دي من أول دي كده. خلينا نحط هنا سول ساند. تمام انا بقى نكسر كده كل ده ونشيل كل البلوكات دي. انا عاوز بص من أول هنا. خلينا بس ايه احوط الموضوع لحد فين. تمام هو لحد يا جماعة بصوا لحد هنا. خليني اكمل الباقي. هتبقى يا جماعة عند دي وتسيبه طبعا عشان يعني تعرفوا تخشوا وتخرجوا. وخلينا ناخد بوشن عشان نعرف نتنفس تحت المية.
نيجي هنا يا جماعة من دي ونطلع برضو ايه بلوكتين كده بنفس المنظر، تمام. وبعد ما حوطناها المفروض ان انا اخش واكمل الباقي، فخلينا كده نجرب نخش. ودخلنا، خلينا نطلع كل ده كده. مش عايزين نطلع بلوك هي بنفس المنظر ده كده، خلينا نطلع دي لسه. طب بص خلينا اشرح لكم، هنطلع كده هنفضل مكملين لحد فوق، لحد حتى الزوايا دي هنعملها، فخلينا اعملها بسرعة وارجع لكم. خلاص يا جماعة فاضل لي خطوات بسيطة ويكون خلصت. اول ما اجي اشد كده تمام، خلينا ننزل في دي ونحط كوم فاير. كده نزل تاني في الشيست بنسبة كبيرة جدا، خلصت. المفروض بس دلوقتي نجرب، فخلينا نطلع هنطلع هنا ونشغلها ونشوف. شايفين؟ مش شايفين كمية الرسبانة ولا انتوا مش شايفينها؟ ونايفنا كمان جنبيهم بس بيبتدوا يخرجوا، واديهم بيخشوا اهم. المفروض ان انا هطلع من النص هنا، يعني ميب بلوكة تقريبا رقم تلاتة تطلعوها، ان انا واطلع من هنا من فوق مثلا ميب بلوكة بس. وهي دي، خليني عايزين من هنا فلينت، خلينا ننزل من هنا تحت هنا اجمع هنا جرافل. انتوا شايفين بس التصاني دي، خلينا نخش نشوف ونجمع فلينت. وزي ما عملنا اهو، خلينا نعمل فلينت ستيل. شايفين؟ بص خلينا بس نخش، شايفين الثواني؟ تمام، عملنا الفلينت. خلينا نخش النظر ونروح بيتنا ونستكشف. لما عملنا بيس فور الحاجات راحت، يعني الايرون فارم باظت، وكمان الزومبي اللي كنا عاملينه راح ولا مراحش ولا لسه موجودين. اعرف لو انا عملت بيس فور في العالم العادي ومثلا حطيت حاجة في الاند او حتى في النظر وحطيت عليها نيم تاج تقريبا ما بتختفيش. خلينا مش نروح نشوف الزومبي لان انا بعمل حاجات مش عايز اوريها لكم، ونشوف لسه موجود. تمام، والحمد لله ان كان زماني، يعني كان زماني متبهدل جدا عشان اطلع الزومبي تاني. وشايفين اهو الايرون، كمية الايرون، وسايبا هنا كمان انا حبيت هنا بلوكات ايرون. وغير انا عايز بس اوريكم كمية هنا الايرون جولم، ايه العدد ده؟ انا مصدوم من كمية عدد. بصوا غير اللي واقع هنا وهنا و ايه ده؟ ايه ده وقع؟ ده جليتش. وبس كده، دي كانت نهاية الحلقة. لو عجبتك متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، عملنا جارديان فارم وصلنا في القناة، هنزل سلاسل جديدة من ضمنها جي تي اي اونلاين ان شاء الله، هتنزل الفترة الجاية يعني ممكن اسبوع او اكتر. وبس كده، ومتنساش تدعمني، ومع السلامة.